رسالة تنبيهية، اطلب عنوانك قبل أن يأخذه غيرك. الرسالة تنبيهية وليست تحذيرية. بيقول لحضرتك مرحبا الكيك مع حنان، لاحظنا أنك مؤهل لطلب URL مخصص لقناتك على اليوتيوب ولكنك لم تطلبه بعد. بعد كده حضرتك هتروح تضغط على المطالبة بعنوان URL، هيفتح لحضرتك الشكل ده. لما يفتح الشكل ده هتضغط على ضبط عنوان URL وتختار خيارين، الخيار ده لإما باسم القناة والخيار التاني لو حضرتك عايز تضيف أي حروف أو أي أرقام، لكن لازم يكون أخضر على فكرة. لكن لو حضرتك لو جيت بصيت وعملت حاجة زي دي، بص كده وبعد كده أهو، بص هيبقى أحمر، لو أحمر مش ينفع، لازم يكون أخضر. فحاول إنك تحط الإيه الحروف اللي هي متاحة. تعالى اعمل باسم القناة واعمل نشر واعمل تأكيد. طيب افرض يا متوحد يا فكرة أنا إلى الآن ما جاليش الرسالة دي وعايز أعرف أدخل على اليو ار ال منين. حاجة هنا على اليوتيوب، وبعد اليوتيوب أجي هنا أضغط دي، وبعد كده استوديو اليوتيوب، بعد استوديو اليوتيوب أجي هنا على التخصيص، بعد التخصيص أجي على المعلومات الأساسية وأنزل تحت وأجي هنا اليو ار ال. خد بال حضرتك، حضرتك ممكن تعمل يو ار ال وتعمل له حذف، وتيجي هنا تعمل تضغط هنا وتعمل ازاله، عادي جدا مفيش اي مشكله. بس لازم تكون عارف ان حضرتك يمكنك ازاله عنوان اليو ار ال المخصص واعداد عنوان جديد لقناتك 3 مرات في السنه كحد اقصى، يعني اخرك 3 مرات في السنه. او لو حولت قناتك من جيميل لجيميل تاني لازم او يجب عليك ازاله اليو ار ال المخصص القديم علشان تعمل بعد 72 ساعه يو ار ال مخصص لحسابك الجديد. وخد بال حضرتك كمان مش اي قناة تقدر تعمل اليو ار ال المخصص، بعض القنوات وشروط. الشروط ايه؟ ان تضم قناتك 100 مشترك واكتر، ان يكون قد مضى على انشاء القناة 30 يوم على الاقل، يعني شهر اقل حاجة، مش 15 يوم ولا 20 يوم، اقل حاجة شهر فيما فوق، واقل حاجة 100 مشترك فيما فوق، وان يعرض صورة البانر او ملف الشخصي. يعني ايه البانر او ملف الشخصي؟ لو جينا هنا وعملنا قناتك وجينا بصينا هنا صورة اهي وهنا البانر، البانر غلاف وصورة الايه الملف الشخصي، ماشي. وبقول لك هنا يجب او يحتفظ اليوتيوب بحقه في تغيير اليو ار ال، ممكن اليوتيوب ياخد منك اليو ار ال عادي جدا او يزيله في اي وقت ويجوز لي استرداده. معنى كده ان الموضوع ملوش لازمة قوي كشرط من شروط او حاجة من اساسيات اليوتيوب، ولكنها انا بصراحة شايفها علشان كده عاملها في كل قناتي مهمة جدا وخطوة لازم تعملها في قناتك باسم قناتك، وبصراحة انا شايفها حاجة حلوة. الى الان انا شرحت لك كل حاجة خاصة باليو ار ال ووضحتها لك قبل كده. في بعض القنوات اللي مش بيكون موجود عليها اليو ار ال، ودي طبيعي جدا، ممكن خلال فترة 7 ايام، ممكن 15 يوم، ممكن 30 يوم، ويتم التوفر بيك. لو حضرتك مستعجل اضغط هنا واعمل ارسال الملاحظات وابدأ اشرح لهم، قول لهم انا عندي كل شروط الاهلية لانشاء اليو ار ال ولكن مش موجود عندي، واعمل ارسال بعد لما تاخد ايه لقطة للشمس. بالتوفيق للجميع، اتمنى ان حضرتك ما تقلقش، طول ما المتوحد فكرة موجود احنا دايما في خدمتك. شكرا.